هو تشريع رمزي لحد أبطال ساحة التحرير المرابطين إلى يوم 25 ويوم 26، بعد ذلك أطر الانسحاب بسبب الظروف الأمنية اللي حدثت. ورغم ذلك كان ولا زال واستمر إلى يوم استشهاده رحمة الله على روحه بإطلاق صوته العالي الرافض للمحاصصة الحزبية والتسلط الحزبي والميليشيات القمعية اللي جاء تحكمنا بصورة عنيفة إلى رحمة الله. مجرد وعود. أين قتلت المتظاهرين الذين بلغوا عددهم أكثر من 850 شهيد؟ أين قتلت المتظاهرين جسر الزيتون؟ أين القناصين اللي استهدفوا الأبرياء يوم 14؟ مو هو وعد نفسه، هو ألزم نفسه، هو ألزم نفسه بنفسه أمام الشعب بأنه سيحاسب المتظاهرين، قتلت المتظاهرين وسوف يطلق العنان نحو الانتخابات مبكرة. كله وعود بوعود. يزيدنا عناد لا أكثر ولا أقل، ويزيدنا صلابة. طريقنا بيموت، بس في الأخير ما يصلح إلا صحيح، وسيتصر دمنا على كواتم الغدر. حضر متظاهرين وقفة احتجاجية وتشييع رمزي للشهيد البطل صلاح العراقي اللي تم اغتياله يوم أمس في بغداد الجديدة، كناشط مدني، كأحد أعمدة انتفاضة تشرين البيضاء اللي ثبت بجدارة وشجاعة طوال هاي الفترة، صامد يعني مستنكر كل ما جاءت به الأفكار السوداء للأحزاب المتطرفة. أعتقد جريمة قتل إنسان على راية جريمة إرهابية، لأن لا ممكن الإنسان في بلد يدعي الديمقراطية يقتل إنسان على راية. كيف يمكن أن تنقل الحياة إلى الديمقراطية وتتصدر المشهد السياسي وتتعامل مع الناس بلغة العنف والقتل؟ حضرنا هنا ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الإجرامي الجبان، وكلنا مشاريع استشهاد الحقيقة من أجل إعلاء كلمة الإصلاح الحقيقية التي خرج بها ثوار تشرين، وانتفاضة سلمية لا غبار عليها ولا رصاص فيها ولا سكاكين فيها ولا قتل فيها. طيب اليوم شنو استفساركم قرب الحادث من سيطرة القوات الحكومية؟ هذا الكلام هو أهم سؤال الحقيقة، لأن الجريمة أصبحت جريمة منظمة، القاتل محمي بالدستور بحيث يقتل بدون قناع، وهذا في شيء يعني مخالف للجريمة الحقيقية، لأن ما ممكن أن يوم قوات أمنية على مرأة منها تشهد جرائم متتالية وفق 800 شهيد على مدى 9 أشهر أو 10 أشهر أو سنة كاملة، والقوات الأمنية لا زالت لحد الآن لم تلقي القبض على قاتل رغم التكنولوجيا المتطورة، رغم القوات الأمنية المجهزة بأحدث أجهزة الكاميرات غيرها، وهذا هو تواطئ جريمة منظمة قوتها الدولة والأحزاب السياسية بامتياز. راح تخافون وترجعون لمستمرين؟ لا، احنا ما ممكن نخاف، مهما كان مستوى الخطر، مهما كان مستوى الموت، احنا متظاهرين سلميين ندعو الى انتقال سلمي للسلطه، ندعو الى مدنيه وحضاره، لا ندعو الى العنف، ندعو الى الثقافه وحريه الراي وحريه التعبير واحترام الاخر. الله أكبر.
يكون فلاح عندي الناس. أنا ما أقدر أحسن أنا بلايمي يعني. اليوم خاله من يتحمل مسؤولية اغتيال صلاح وباقي من ثوات التشريع؟ والله يا عمي أنا لا أدري من يتحمل، ما أدري من يتحمل، بس هو اللي يتحمل يتحمل وأنا أحسن. ذولا أهل الحين اللي كنت له ذولا الناشطين، وش مسوي صلاح؟ طلع يدور يقول أريد عراق، أريد وطن، إحنا ما عندنا وطن. عندنا وطن، أنا أسألك عندنا وطن؟ ما عندنا وطن. طالب حقوق اللي دول الخريجين اللي متخرجوا وتعبوا ودرسوا هذه وما حصلوا على تعيين. الولد القاعدة ماكو لا تعيين واحد. ليش؟ ليش؟ بلد مستحل. انباع البلد. احنا نطالب بالبلد. واني هم طالب بالبلد، اريد وطن. انا هزم مكان، هو استشهد ورفع راسي، رفع راسي. انا هزم مكان، اريد بلد، اريد وطن، اريد عراق. باشر عقبه اروح للتحرير ابث نفس ما هو يبث، نفس ما هو يحكي، نفس ما هو عيد السلسله اعيده. انا اريد وطن. طيب اليوم برايك هاي الاغتيالات اللي قاعده تحصل بالعراق ضد الناشطين والمتظاهرين ثوار اكتوبر، برايك هذا راح يخلي الثوار يتراجعون ويخافون لو مستمرين وباقين؟ لا، يزدادون، يزدادون. قتل واحد يجون الف، يجون الف بطل. لا ما يرجع. اليوم الكاظمي وعد بملف محاسبة ملف السلاح المنفلت، اليوم وين الوعود مالته؟ زين الكاظمي من انقتل هذا السيد الهاشمي مو قالهم؟ قال له له قالهم راح اجيبه لكم الكتلة. العد وين الكتلة؟ وين الكتلة؟ كله شذب بشذب. ياهو اللي استلمنا شذب بشذب، كلها تشذب عليه. وين الكتلة الهاشمي؟ أنا سيد ومو بس صلاح هاشمي الناشطة هاي الدكتورة ثوار اكتوبر بسرعة. اي اي ثوار تشرين تقول لهم دق. ليش يا الحل للكتل؟ يا الحل للكتل الدم، هذا الدم لا قطع ثوق حرام. بس ليش يكتلون بالثوار؟ ما كان ما يعطونهم مطن، ما كان ما يعينونهم، ما كان ما يقولونهم ما عندكم بيوت محجرين. هذول قاعدين يجا صلاح قاعد يجا قلت له صلاح ظلوا ذولا اربع ذولا. وين انا ابنه؟ هذا ابنه وعنده اخوات اثنين ولد صغير. زين ذولا وين بس ادفتهم برقبت من خطيته؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا. حسبي الله ونعم الوكيل.
صحيح احنا ما نقدر نحدد من المتورط، ولكن ضعف الاجهزه الامنيه خلى السلاح المنفلت بالشارع وما سيطروا عليه، فما قمنا نعرف منو القاتل ومنين جاي وشنو هدفه وشنو غايته. لحد هاي اللحظه احنا ما نعرف، يعني حتى الاجهزه الامنيه هي قاعد تبحث، ولكن بعض الاحيان يعني الاجهزه الامنيه اللي احنا مرت علينا سابقا يعني ضبطوا كثير من العصابات والسلاح المنفلت، ولكن مع كل الاسف ورا فتره يعني سوفت الشغله، موعوها وراحت ما نعرف. احنا الناشد كل الشرفاء الموجودين ان كانوا بالحكومه وان كانوا بالاجهزه الامنيه، خلينا نظرون لهاي الشباب نظره، مو نظره مجرم انت قاعد تقتله، نظره شاب ليداعي بحقوق، والحقوق كلش بسيطه، يريد وطن، يريد يخلص من البطاله، يريد يحس انه هو عراقي عنده خيرات بهذا البلد المعطاه اللي هو اغنى دوله بالعالم اللي كل الناس تتمناه. يعني هسه لو نضرب مثل الامارات وغير الامارات اللي هي الدول العربيه المجاوره لنا، كلهم كانوا ما عندهم شيء، ناس يرعون الابل حفاي، ولكن لانه حكامهم حسوا بانه الشعب شعبهم، فاتجهوا للعلم والاستثمارات والبنيه التحتيه، فما خلوا شيء ما سووه، قاموا يضاهون العالم. واحنا رجعنا 400 سنه لورا. والله انا حسب اعتقادي، ما لي علاقه، انا حسب رايي، هم ثوار تشري الناس. هي بدايه التظاهرات هي كانت عفويه، يعني طلع العامل وطلع المهندس وطلع الطبيب وطلع كل هاي الناس، طلعت لاجل انه تريد تغير فد شيء من هذا الواقع اللي قاعد نعيشه، واقع مزري، لانه فساد اداري، فساد ما تعرف يعني شلون اعدد لك ما اعرف. فانتهضت الناس والشباب ملوا لانه شاب يريد يصرف، يريد يخلي بجيبه مصرف. كل الشباب اللي موجودين بالتظاهرات يعني لو بجيبه 2000 لو ما بجيبه، لو يداين الكروه ويجي، هذا مو وضع، بلد ثري يمتلك نفط ويمتلك فوسفات ويمتلك زئبق ويمتلك زراعه ويمتلك نهرين، وعنده اساس قوي. وين راح كل الخيرات؟ قاعد تبتلع، وين تروح؟ وين والمن بيا جيب؟ ومن يطلع لك السياسي يحكي وكانما هو نبي، واحد يتهم الاخ، هذا هيجي وهذا هيجي وهذا سرق، زين من الباقي عاد؟ من سرق مال الدوله؟ خزينه وينها؟ والله احنا الناشد السيد رئيس الوزراء، وكنا بصراحه في لما استلم رئاسة الوزراء كنا انه نتفائل بخير، ولكن مرور الزمن خلال هاي الفتره بدا يتضاءل يا اما ضغوطات ما نعرف نياته شنو ما نعرف، يعني كنا انه نقول هذا الشخص يمكن راح ينقذنا من هاي البؤره الفاسده اللي هي قاعد قاعد وعود ماكو بس مجرد وعود، افعال ماكو. واحنا الناشد كل الشرفاء اللي بالعراق واللي بالعالم ان ينبهوا للسيد الكاظم، ترى انت قاعد تمشي بطريق خطا، طريقك حاليا خطا، خلي لك مستشارين شويه بيهم رحمه، خلي ما نعرف انت سببك او سبب المستشارين ما نعرف. فيا سيد رئيس الوزراء
نلتمسك مره انه انت والشغله الاساسيه واللي رايدها الشعب انه تقضي على السلاح المنفلت وتقضي على الناس الفاسدين اللي يعني ينخرون بالبلد. والبلد راح الهاويه راح الهاويه وشلون ما نعرف. واولادنا قاعد تقتل واولادنا قاعد منو اللي قاعد يقتلها ما حد يعرف ما حد يعرف. طبعا اني اتباهى بابني يكون شهيد شهيد من اجل كلمه الحق شهيد من اجل كلمه الحق. والا ابني انا لو ادري بي مثلا مسيء انا ما اقبل عليه. ولكن حتى كلمه الحق ما عنده في شيء. قتله لانه يداعي للناس الفقراء. هذا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل بكل شيء صار. حسبنا الله ونعم الوكيل. اطفاله عوبه اطفاله ما تروح لان الله سبحانه وتعالى بالمرصاد. تجي الساعه اللي راح يتحاسب عليها القاتل والمحرض واللي دفع القاتل. حب حسين ثوره وموقفه الاصلاح. ولان حبيت اروح اصبح الثوريه انا ويا الشعائر وادري بي ارتاح اذا شافاني رافض للعبوديه. مو مثل السكت بنسلم ودولار. انا بقل معالم ثوره شعريه حيره ويا الولاء الدول والدولار. يعد روح نبو الناس حاشيه اذا نحكي الصدق ونقول هذا الباك اول ما علينا نقول بعدي. اذا نحكي الصدق ونقول هذا الباك اول ما علينا نقول بعدي. تابع للسفاره وجوكر ومسوس تطلع من تمس كتله الفلانيه. خبر كان الشمر لكن بشوف العين تنبع من فقير احفاده يوميه. اذا ما نسوي ثوره بوجه كل طاغوت بعد ما بيده نسوي لطميه. أنا اسمي منتظر صلاح ابن الشهيد صلاح حسن. أنا أريد شغلة واحدة بس. أريد تطلعوا لي الكتل أبويا. طلعوا الكتل أبويا أنا شنو ذنبي؟ أبويا يروح يطلع ساحة التحرير عمود شنو؟ عمود إحنا نكبر ونرتاح ونتهنى بهالدنيا هاي. آخر شيء يقتلونا ليش؟ طلعوا لي الكتل أبويا. أنا أريد الكتل أبويا هسه طلعوا لي. يقدرون هالشيء؟ ما أعرف. هو صاحب مسؤولية يعني عائلة إحنا قاعدين إيجار. لا يعني لا متعارك يا احد لا غلط على احد لا فد يوم مأذي احد. ماشي قتلتوه ليش؟ قتلوه ليش؟ عشان قتلوه ليش؟ كنت تروح ويا ابوك لساحه التحرير؟ اي كنت اروح وافتخر هني افتخر كان ياخذني وياه. ثوار اكتوبر شلون يتراجعون؟ شلون يتراجعون؟ بالعكس يزدادون يزدادون. لما يموت شهيد يجون 10 يموت 2 يجون 20 يكثرون يزيدون هواي يزيدون. زين اليوم انت ايش حسيت من شفت هاي الناس اللي اجت وشيعة اشي ابوك من ساحة التحرير ايش حسيت؟ من الله من الله يراجعون. سوى بعد الله كاتب له هيك بعد مو بيدنا بيدنا طبعا. بطل ابوي لو ما هو احنا اصلا ما حد يجينا ولا لنا اي حقوق او شيء لو ما ابوي. راح تستمر مسيره ابوك؟ طبعا ما استمر واريد حق الا طلع حق ابوي. حق ابوي اذا ما طلع ما ارتاح. لو هسه اموت لو واحد هسه يجيني يحط مسدس براسي يقول لي تبطل لو اطلع حق ابوي. اقول له طبعا اطلع حق ابوي. انا اشوفه
إذا نحمل مسؤولية لازم إحنا نراجع من 2003 لحد ما هسه لهذا اليوم. شكو واحد دخل بالعملية السياسية هو اللي يتحاسب، هو اللي يتحاسب، إن كان حزب إن كان تيار إن كان أي كان ما يكون، هو يتحمل. الناس المظلومة طلعت بالتحرير على مود يدافعون على وطن، على مود يأخذون حقوقهم. ما حد طلع للتحرير انه حتى ينتمي الى حزب او يروح فد مكان معين. الكل طلعوا على مود وطن، على مود يعيشون بسلام. واحد من يومهم صلاح العرابي. ما سوى شيء غلط من طلع للتحرير ويطالب بوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. مواطن بلا احيان عند ربهم يرزقون. مات شهيد. الامام الحسين عليه السلام مات شهيد، ظل مخلد. عمر الامام الحسين فوق 300 سنه، 3000 سنه عفوا، مخلد. صلاح العراقي راح يصير مخلد. واللي اطالبه انه الحق الاساس اللي اريده اللي قتله. طالبة عشائريا وقانونيا، أطالب عشائريا وقانونيا. إن كان هذا الشخص منتمي إلى عشيرة أحقه هو وعشيرته، وإن كان هذا الشخص منتمي إلى حزب هو وحزبه، إذا منتمي إلى دولة هو ودولته أيا كان. أصحاب الشهيد صلاح حسن وغانم نستنكر بشدة هذه الجريمة التي بدأت تحديا على القوات الأمنية، ونطالب من القوات الأمنية بكشف عن هذه الجريمة بأسرع وقت. وما عندنا شيء احنا، وهذه الجريمة إذا عدت ونجحت على القوات الأمنية سوف تنعكس على القوات الأمنية، خاصة القوات المرابطة في بغداد الجديدة. وإحنا نستنكر بشدة ونطالب حق الشهيد بجرف بالمجرم اليوم بعد غدا، ونريد كشف الجريمة بأسرع وقت. وما عندنا شيء، واحنا نريد حق الشهيد ان شاء الله ما يضيع، وما نريدها عشائريا، نريدها قانونيه وليس عشائريه. طيب. نطالب ثم نطالب بهذه كشف الجريمه باسرع وقت. وما عندنا شيء والحمد لله والشكر. المظاهرين يطالبون بحقهم، هذا حق شرعي وقانوني، واحنا بالنسبه لنا ناس عشائر عمي. اما المتظاهرين هذا حق شرعي وحق موجود بالدستور، ما عليه اعتراض لا بالقانون ولا بالعشائر ولا بالحكومه، هذا حق شرعي موجود بقانوننا الدستوري.
وهذا مطلب شرعي. والله العظيم انه مسألة انه انا كشخص دولة انه واقف بواجبي واشوف انه شخص راقي مدني ينقتل قدامي انه اشوفه واسكت، هذا الشيء ما اعرف انه يعني ماكو دولة. لحد الان الشهود يقولون اكو هيك شيء، يعني القوات الامنيه موجوده قريبين. زين اذا قريبين ليش ما وقفوا القاتل؟ لحد الان منتظرين الكاميرات اللي حاطتها عمليات بغداد، والكاميرات اللي حاطيها المحلات اللي بالسوق. هذن احنا اللي نطالب بهن يطلعون القاتل، والقاتل لا ملثم وظاهر وجهه وجسمه، واكو شخص وياه حسب الشهود اكو شخص وياه يصور قتله بدم بارد وطلع، وسياره موجوده حسب مواصفات بيضه موجوده. اذا طلعوا الكاميرات كل الحقيقه راح تتبين، كل الحقيقه اذا كان بالدوله موجود قريب او مو قريب او بعيد او مو يمه دوله او اكو يمه دوله، كل هذا تبين بالكاميرات. اذا خفيت الكاميرات يعني الدوله ورا هذا الشيء، ورا مقتل صلاح. اذا خفيت الكاميرات وما طلعوا الحقيقه، لان هي الكاميرات مؤسستها عمليات بغداد، والكاميرات مال المحلات هي بيد الاستخبارات، وهاي كلها بيد الدوله. اذا اي شيء انخفى او انمسح من الكاميرات راح يكونوا هم مسؤولين الاول شيء هم مسؤولين الدوله بهذا الموضوع. كلمه اخيره انه اطالب حقه، مو صلاح يجي الف صلاح، الشهيد مخلد هو قال انا احب اموت شهيد، بس انه اوفر ايتام مشكله. اربع جهال عنده، ليش الذنب اللي ذنبه لان طالب الوطن؟ ليش شنو الذنب؟ وعد حكي بعد. احنا نوجه تحيه اجلال واكرام لثوار تشرين والرحمه والخلود للشهداء الذين استشهدوا من اجل رفع رايه العراق عاليه، ونرجع ونقول ماكو شيء الى بدايه الا ولنهايه، ستنتهي هذه الامور وسيزدهر العراق بشبابه وشيوخه وناسه الطيبين. والله ثوار تشرين هم ما راجعين من اجل ما يرجعون ان شاء الله. ليش ما يرجعون؟ لان هم راجعين طالعين وظاهرين باسم الشعب، ما ظاهرين باسمهم الشخص حتى عندهم غايه اللي تخصهم هم، وانما تخص مصير الشعب العراقي. فان شاء الله الثوار باقين وما يتراجعون، وكنا ثوار وكنا ولد العراق وكنا فداء للعراق العظيم، ولعنة الله على الذين قتلوا شباب العراق، ولعنة الله عليهم وعلى من والاهم بحق الحبيب المصطفى. تقريبا بعد الساعة 6 مساء تم اغتيال صلاح الشمري من قبل جهة مجهولة وما حد يعرف مصدرها، وبإذن الله احنا ولازم واكو موجودين من الخارجين عن القانون ومعروفة عند كل الشعب العراقي، وبإذن الله الحكومة راح تاخذ حق المظلوم ان شاء الله، والأجهزة الأمنية تسيطر على الوضع وتعطينا الخبر بأسرع وقت بإذن الله، والناشد السيد الكاظمي بخصوص هذا الأمر. أخوي هي الورطة ما تقدر ما تعرف منين، لأن أحزاب هواي تعددت الأحزاب، وهو الشهيد ما عنده أذية على حد وصاحب عائلة، يعني خلف أيتام وراه قاعد إيجار، شنو ذنب هذا الولد الشاب؟ شنو ذنبه؟ يعني لا سوى شيء، هو طالع على باب الله، على باب الله يجيب بغداد جديدة بالبسطية مالته يقتله، شنو الذنب اللي سواه؟ يعني ماكو أي ذنب، يعني سفك دم مسلم بهالسهولة هاي؟ يا أخي ما أدري ليش، يا أخي يمك أمن وطني، يمك استخبارات، يمك اتحادية، يا أخي أدري مسافة 25 متر 50 متر، يعني مطلوب للعقل يجي يغتاله بالبسطية ويطلع؟ يعني ما سمع الطلقات، لا كاتم صوت ولا أبد، اجى ضلب طلقات وطلع، يا أخي يعني مهزلة مع احتراماتي للسامع،
يا اخي ماكو هيك يا قانون، هذا مو قانون هذا. والله يا اخوي هو الشباب شو ما شاء الله هي باكه ثابته وباكه على امرها وما تهز اي شيء، لان الشباب العراقي انت تدري بي ما يرتد ما ينهز. ماكو وعود، كلها كذب كلها كذب، اي وعد ماكو. شو طلعوا دم الشباب اللي راحت قبلها؟ ايش قد راحوا شباب؟ هواي مئات. طلعوا قاتل واحد؟ ابد نهائيا. مسؤولية حكومة تحملها، حكومة حكومة والاحزاب وميليشيات قاعد تحملها. يجيك واحد من برا مثلا يقتال، ايراني سعودي، منين جاي يجيك؟ من جوا من البلد. لا شيء لا فتشي لا مع النفسي. كل شيء ولا ما بالمحل.